السؤال بقى، هل في فعلا فورمة بتبقى بالمكمزقية بس، ولا في فورمة أورجانيك، ولا يا سلطان؟ انتي سألتي الشخص المناسب، لان انا اصلا يعني انا اللي انا عامله ده كله مكملات، يعني فورمتي دي كلها مكملات. هم اصلا واخدين منك انا المكملات منك. بتصنع من جسمي. أيوة. بتستخرج مني. ومعانا عشان يكلمنا النهارده التيم القريب جدا من قلبي، حبايب قلبي، تيم عز، محمود عز ودكتوره يمنى. عاملين ايه؟ الحمد لله. الاخبار عامله ايه يا يمنى؟ كله تمام الحمد لله. عز عامل ايه؟ كله تمام. كويس. هتبهدلوه النهارده. انا لابسه فستان مش هقدر. هربتي النهارده؟ لا انا هقف اشرف. شجعك اشرف عليكم. ايه هي الفورمه الاورجانيك يا عز؟ الفورما الاورجانيك ان الشخص بيمشي على البلان، الورك اوت بلان والنيتريشن بلان بس، يعني بيمشي على نظام تمرين معين ما يناسب التارجت اللي هو عايز يوصل له، وبجانب ده الاكل، محتاج اكل معين، ما بيدخلش سبلمنتس خالص، بيمشي على ده بس. تمام. كل احتياج جسمه بياخده من النظام الغذائي بتاعه، وما بيحتاجش ان هو يدخل اي مكملات غذائيه تعوض النقص اللي بياخده في السعرات الحراريه بتاعته. طب بس دي طبعا بتكون اللي بتفرق في دي ان هي بتكون بس بتاخد وقت اطول شويه من ان احنا بندخل مكملات غذائيه او اي هرمونات. بس يعني بس طبعا المكملات الغذائيه ما فيهاش ضرر. مكملات غذائيه ما فيهاش ضرر، بس في ناس كتير ما بتحبش تاخدها، او في ناس معينه بيكون عندها مشاكل في الكلى او في الكبد، فما بندخلهاش مكملات غذائيه زي الامينو اسيدز والبروتينز. ما ينفعش ناخدها غير بال. محمود عز صديقي حبيبي، مساء الفل. مساء الفل يا حبيبي. عايزين نفهم الناس ازاي اخلي شكل العضله يبقى كبير من غير مكملات. دي بنشتغل عليها على مرحلتين. اول مرحله ان احنا اللي عايز يكبر الماسلز يوم بنشتغل معاه بويت عالي، ريبيتيشنز قليله، يعني بيلعب ويت زياده، وبنقلل التكرارات اللي بيلعب بيها. حلو. العدات مره ثانيه بنعمل ريبيتيشنز اعلى شويه، يعني تكرارات اعلى بويت اخف، عشان تعمل بومبنج للماسلز، العضله يتدخلها دم اكتر. حلو جدا. فيبقى شكلها فيها بومبنج اكتر. بيبقى الموضوع سهل ولا صعب غير المكملات؟ يعني بيبقى والله المكملات بتسرع الموضوع الى حد كبير، بس لو ماشي اورجانيك هيوصل للريزلتس بس على المدى الابعد شويه. فلازم ازاي لما يدخل سبلمنتس يعني. طيب يمنى، اعشاب التخسيس بقت منتشره جدا، بقدونس والكرفس، ناس بقت مقبله عليهم بطريقه يعني رهيبه. هل ده تمام من عشان يساعدنا ان احنا ننقص الميه من الجسم، ولا البقدونس والكرفس اول هم يعني اول فايده ليهم ان هم بيقللوا نسبه السموم في الجسم، وبيعادلوا نسبه السوائل في الجسم، وبيطردوا السوائل الزياده عن الجسم. يعني بيديها بقدونس وكرفس، وكمان بيساعدوا في تزويد معدل الحرق، وبيسهلوا عمليه هضم البروتينات والدهون. احنا بنضربهم في الخلاط ولا بنغليهم؟ لا بنغليهم. فاكر عصير بقدونس اللي بنضربه في الخلاط ده ديتوكس، ممكن ليهم كذا طريقه يتعملوا بيه، يا اما ديتوكس بيتضربوا بس مع كذا حاجه كمان بيبقى ديتوكس، يا اما بيتغلوا وبنشرب الميه بتاعتهم. طب وانت ديتوكس بتعمليه ازاي بقى؟ بياخد كام يوم منك الديتوكس؟ هو المفروض احنا بنسيبه يوم في الثلاجه، يوم واحد ما بياكلش خالص، بيشرب عصير. وفي حاجات ثانيه ديتوكس بتبقى على طول بنضربها في الخلاط وبتتشرب على طول. طب زي ايه يعني؟ زي مثلا الفواكه معينه مثلا بنضربها في الخلاط، وفي حاجات بتبقى خيار مع جرجير مع جنزبيل مع ليمون. ده بيبقى ليوم واحد ولا كذا يوم هو ماشي عليه؟ احنا دي بنعملها، لا الديتوكس، نظام الديتوكس ده فيه ديتوكس ليوم واحد لتنقيه الجسم من السموم، وفي ديتوكس دايت ده بنمشي عليه المده. تمام. عز، هل الكارديو، الناس بقى مستغربه، الكارديو قبل التمرين ولا بعد التمرين وليه؟ الكارديو قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ لو لشخص، احنا خلينا نتكلم بس نقسمها لجزئين. في شخص بيبقى عايز ينزل الفاتس اللي في جسمه او ينزل الدهون اللي في جسمه، دي بنرجح ان هي يا اما حاجه من الاثنين، يا اما يعمل الكارديو الصبح او لما يصحى، يا اما بيخليه بعد التمرين بتاع الويت، التمرينه بتاعه الحديد، بيعمل الكارديو بعدها. حلو. عشان يدخل في الفات بيرن زون. للشخص اللي بينزل دهون ده بالنسبه للشخص اللي بينزل الدهون، ده هيعمله يا اما الصبح لو عنده وقت يقدر يتمرن مرتين، بيتمرن الصبح كارديو بس، وبالليل بيعمل التمرينه بتاعه الحديد بتاعته. حلو جدا. ده بالنسبه للشخص كده. لو في واحد رفيع مش محتاج ان هو يعمل كارديو، بس نقدر نحدد ده بناء على الامبادي بتاعه، او نشوف الفاتس عنده قد ايه. ممكن شخص رفيع مش محتاج ان هو ينزل فاتس، فمش شرط ان هو يعمل كارديو. ممكن يعمل كارديو بتارجت ان هو عايز يظبط الهارت ريت او يعلي الهارت ريت، عايز يظبط الفتنس بتاعه، عايز نفسه يبقى احسن، يقدر يجري احسن. دي بتبقى الاختلاف يعني فيه. بس الجسم عامه بيبدا يحرق في الدهون فوق ال 20 دقيقه، يعني بعد ال 20 دقيقه يبدا الجسم يحرق في الدهون. تمام جدا. طيب
دكتور يوم، التغذية السلبية السيئة والسلبية الاثنين ازاي بتأثر على البشرة والشعر، وخصوصا الشعر؟ لان لو احنا عارفين لو ما كناش خضار كتير شعرنا بيقع وما بيطولش وحاجات كده. التغذية السلبية او السيئة احنا ممكن بيكون معتمدين على ان احنا بنتناول كمية من السعرات الحرارية كبيرة قوي من الدهون والاكل المقلي والحلويات، فاحنا بنهمل تناول فبنهمل مثلا تناول الفاكهه والخضار والبروتينات بنسبه عاليه. والفاكهه والخضار دول اللي فيهم المعادن والفيتامينز اللي جسمنا محتاجها لتجديد خلايا والبشره ونضاره البشره، والبروتينات هي الماده البنائيه اصلا للعضلات والشعر والجلد. فلو احنا اهملنا تناول الحاجات دي طبعا هيحصل ضعف في خلايا البشره والشعر. ناكل قد ايه في اليوم بروتين؟ البروتين المفروض ناكل حوالي من يعني من 25 ل 35% من كميه من نسبه السعرات الحراريه اللي المفروض ندخلها في الجسم. يعني من قطع قد ايه مثلا؟ لا دي نسبه في الميه بتتقسم للجرامز، والجرامز دي بتتقسم للوجبات على مدار الوجبات في اليوم. تمام، حلو جدا. طب عز، في ناس بتاخد مكملات من غير ما ترجع للدكتور ومن غير ما تلجا للكوتش بتاعها، هل ده صح ولا لا؟ مش صح، لان هو اولا مش دارس الموضوع ومش عارف هو عايز يوصل لايه. يعني في بروتين، يعني هو ممكن يبقى محتاج حاجه مثلا زي بروتين. البروتين ده فيه كذا نوع منه، في بروتين في نسبه فاتس، في بروتين زيرو فاتس، في بروتين في كربوهيدرات، في بروتين في كرياتين، كل نوع بروتين معين. فهو احنا او المتخصص عامه بيبقى اكتر حد يقدر يدله على الحاجه اللي هو هياخدها دي الصح اللي جسمه محتاجها، الحاجه اللي ناقصه له واللي جسمه محتاجها. يعني ده خطر جدا ان حد يعمله من الدماغ. في حاجات خطر طبعا، زي ما ياخد بري ورك اوت مثلا وهو عنده مشكله في الضغط او عنده مشكله في السكر، فده هياثر طبعا عليه. واحنا بنحسبها بقى بالكالوريز اللي داخله الجسم، داخله كام جرام بروتين، داخله كام جرام كربوهيدرات، داخله كام جرام فات، فنقدر نحدد اللي ناقص منه ياخد قد ايه عشان ما ياخدش حتى اوفر دوز. طبعا لو عملت غير كده يجي اخر الاسبوع اقول لك لا تعالى ده انا كله عندي هنا اوفر دوز بروتين اهو كلت اهو كلت. هو الموضوع لو هو عنده مرض معين ممنوع ياخد نسبه بروتينات عاليه، هو اخذ البروتينز عاليه هيضر نفسه بزياده. الوقت اللي بحبه يلا بقى التمارين دلع سلطان، يلا بينا دلع سلطان. طيب احنا هنعمل النهارده كام اكسرسايز كده للناس اللي في البيت ما فيش وقت عندهم، ايا كان ميل اور فيميل يقدر يعمل الاكسرسايز دي. تمام، هي بتتعمل بدامبلز، مش محتاجه ماشينز ولا حاجه. طبعا مع كابتن سلطان هنشوف كابتن سلطان اتفضل، انا هعمل معاك جنبك هنا، بلاش البينك عشان ده مش ما شاء الله انت خدت اخوك كبير يعني. هنبدا اول اكسرسايز، هنعمل سكوات وهطلع لفوق اعمل هامر كيرل بالدمبل وشولدر بريس وانزل تاني بنفس الطريقه. حلو، تمام، انا معاك بقى عشان نظبط التكنيك كده للناس. افرد ظهرك وافتح رجلك شويه. تمام، هنزل لورا. تمام، انزل بقى لتحت. تمام، هطلع. حلو قوي، هامر كيرل شولدر بريس. حلو، الاكسرسايز دي بتشتغل على كذا بتشتغل على كذا جوينت في الجسم، فطول ما احنا بنشغل جروب اوف جوينتس ده بيحرق كالوريز اعلى معانا. بتشتغل على دي يا جماعه تمرينات بسيطه ممكن اي حد يعملها في البيت، والموضوع كله عباره عن اي حد يعني انا عملتها. دي بتشتغل على اي حد ممكن يعملها، بتشتغل على اللاجز وبتشتغل على الكور ماسلز وبتشتغل على البايسبس وبتشتغل على الشولدرز. فدي جروب اوف جوينتس دي تقدر تحرق كالوريز اعلى. حلو، فالشخص يوصل يحرق احسن. يلا يا سلطان مدد بقى. هنبدا التاني. يلا يا سلطان التاني. مش برضو البينك، هنعمله جنبك، هنعمله انت على المات، هنعمله ماشي. هبدا كده. يلا سلطان، هبدا انزل واحده بوش ابس واطلع واحده لات بالدمبل والناحيه الثانيه. حلو، برافو يا سلطان. هنحاول في الاكسرسايز ده نخلي الوسط لتحت شويه. تمام ماشي، انا معاك. هجوعت منه. ده بنشتغل على الباك وبنشتغل بوش ابس للشاست وشغال معانا الكور ماسل برضه. عايش يا سلطان، عايش يا سلطان. قاعد على ظهرك ايه؟ هو الواد ناقص. بص فوق يا سلطان، بص فوق وانت بتلعب. المفروض ننزل الوزن تحت سنه. حلو، بص فوق. تمام تمام، هابس داون تحت شويه. حلو. لا طب انت بتتمرني في الجيم؟ برافو برافو يا سلطان. نعم.
حلو. بقى انا اعلق لك المتعب. ماشي. حطه في جيبك بقى. طيب هنعمل اكسرسايز تاني. ده حاجه تشتغل اكتر على الكور ماسلز او على الابس اكتر. حلو. ده اللي احنا عملناه في الاول. ماشي. يلا. طب خد نفس طيب دي. هنزل وهبدأ كده. لمده دقيقه. حلو ده سلطان. دي امانه اسهل واحد. انا هو ولا هو الرز. حلو ده. لا لا حلو. فاكر في وشي. لا انا معاك. يلا. ماشي. لك انا هنا. يلا. لا امسك ايدي من بره شويه. لا اقفل عليها كده. ماشي. ايوه. افرد تاني ورا. بس بلعب ضغط بقى ولا لا؟ لا لا مش ضغط. انت بتثبت. حلو. انت بتثبت. خلي وسطي تحت سنه. تمام. دي في الاغلب زي البلانك بس بتبقى اصعب شويه. بس في حاجه غريبه يا عز. في رعشه. التمرين ده بيجوع. اثبت. اثبت. بيشتغل على منطقه البطن اكتر. لا بيشتغل. وده مفيد جدا. احنا قلنا في اكسرسايز رابع. اشتغلنا. قادره. اكسرسايز رابع نام على المات كده. يلا يا سلطان. ظهري؟ هتسيبه مره واحده. اللي ده هنا رجلك. يلا. على رجلي؟ يلا. الدمبل ورا. بايديك الاثنين. يلا وهطلع الاثنين مع بعض. هو فيهم مغناطيس؟ هيجيبوا. يقربوا من بعض. طب شيل الدمبل اللي في رجلك لو صعب. ماشي. خلينا بواحد بس. يلا. ده اكسرسايز للابس. اشتغل على الجزء ده. سلام. حلو. انزل واطلع مع بعض بقى. اللي منزل يطلع مع بعض. تمام. حلو. هايل. يا خرب. يلا الاولمبيات يا سلطان. عاش الباب. يلا حلو. حلو. ده اكسرسايز تاني معانا. تعالى نعمل واحد كمان وخلاص وتريح بقى عشان انت عملت مجهود النهارده. بس ايه رايك؟ متطور ولا ايه؟ لا لا متطور. هنعمل اخر اكسرسايز. خلينا بالدمبلز الاثنين. دي حاجه برضو لللاجز للناس اللي قاعده في البيت او عايز يتمرن وهو في البيت. هنزل رجل ورجل كده. هنزل واحده لونجز واطلع شولدر بريس بالدمبل. يلا افرد ظهري سنه ورا. انزل لتحت. تمام. اطلع. تمام. عاش يا سلطان. ده بيشتغل على اللاجز والكور ماسلز وهامر كيرل وشولدر بريس. ده برضو نفس الفكره ان احنا بنحرك جروب اوف جوينتس فيحرق معانا كالوريز اعلى. تمام. قافش قوي يا سلطان. لا لا بجد متقمص. هشتغل يا حلو. حلو. برافو. هشتغل ولا هنهزر؟ اهو شفت التوازن اختل اهو. تمام. حلو جدا. برافو يا سولي. والله برافو عليك. الحمد لله. برافو. فيش تمرين تاني؟ براحتك. فاضل تمرين. نعمل له تمرين كمان. ماشي. فاضل. ماشي. هو اصلا دي حصه. هنحاول نعمله. هو صعب شويه بس يعني انت هتعرف تعمله انا متاكد. حياتي يا نانسي. شفت ايوه اللي احنا عملناه ده اللي هو ده هنعمله بقى بس على جنبك. على جنبي؟ ماشي. يلا. يلا. عايزك تنجعز بقى. ها؟ الله. حلو. شفت؟ التمرين ده محتاج كوبايه شاي. ارفع وسطك بقى شويه. ارفع وسطك. شيل ايدك دي. اعمل كده يا سلطان. ايدك في وسطك. ارفع وسطك فوق سنه. حلو قوي. برافو والله العظيم برافو بجد. بس كده. بتضحرج واجري. بس حاول تثبت. طيب الاكسرسايز ده يا جماعه محدش يجربه في البيت ولا حد جربه اصلا. هنجرب نعمله على الارض الاول. اشرف عز. هنجرب نعمله على الارض الاول. الناس اللي لسه بادئه اللي بتحب تشرب شاي كتير. الناس اللي عايزه تعمل اكسرسايز ده هنجرب نعمله بلانك. هو هو سايد بلانك بس على الارض الاول. بلاش على دي الاول. انا مش عارفه اقول لكم. عز يا صديقي. برافو عليك والله. انت عملت الفورمه خلاص. خلاص كده. لا انت كل مره بقى تجيله تعمل له كلاس هنا قدامنا. ماشي. هو في تحسن ما شاء الله. ما شاء الله. لا انا حاسه ان في فعلا كتفه قب شويه. لا ده الجاكيت. طلع من فوق. نورتونا. بنورك. واسعدتونا. بنورك. وان شاء الله المره الجايه ابقى لابسه البنطلون عشان ان شاء الله نتمرن. جبت الترنك يا ميخا. جبت الترنك. ان شاء الله نتمرن سوا.